الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال يعني أشكر له، يقول لن ترفع شعائر الله إلا إذا رفعت رايته، فلا عيد لنا وقدسنا وطننا محتلة. يعني هذه عاطفة يشكر عليها ونية صادقة وبتاع. يعني أنت هتعطل شعائر الله في كل الأوطان، تعطل شعائر الله وتقول قدسنا، إيه اللي بيحصل ده؟ مرور مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. ديننا لا ينتصر بالجهل، ديننا لا ينتصر بالجهل. ما هذا ماشي، لكن تعطل شعائر الله جل وعلا، تعطل شعيره من شعائر الله وتدخل لك قدسنا، ما ايش هذا؟ هذا ياخذها ها؟ هو اصلا انت لو دين حقا، انت يهمك ارض وقدس. احنا ما انت كده بتتكلم على الارض دلوقتي الان. لو انت حقا دينك هو اللي بيحركك، فاهم حضرتك؟ يبقى انت اهم حاجه عندك شعائر دينك، مش الارض. ما تاخذوا كل الارض، خلي اليهود ياخذوا كل الارض. الاخ هذا متاثر ايضا بفتوى من افتى بانه قال في اليهود ليس بيننا وبينهم الا الارض. ما فيش خلافات دينيه. لو اتونا بالارض وطلبنا في الارض فلا عداوه بيننا. هذه فتوى مش عايز اصفها وصف يكون سيء. فتوى ما ادري ما اقول. فتوى عن جهل، خلاص هي فتوى عن جهل. الرجل لا يعرف ان بيننا وبين هؤلاء عداوه دينيه مؤصله، اصلها رب البريه وسيد البشريه. اشرف اسكت، اشرف اسكت عشان تفهم التأصيل وبعدين تاتي من عندك. انت بتغالط وانت مش فاهم، انت بتتكلم في طريق وانا بتكلم في طريق اخر، فافهم الطريق الذي نريده. التأصيل العام، العداوه اصلها الله ولا ما اصلهاش؟ هل تذوب؟ هل تزول؟ هل تزول؟ يبقى اذا انتهى الموضوع. يبقى الذي بيننا وبينهم ايش؟ من كفر بالله، من جعل الله الولد، هذه عداوته لا تزول ولا تذوب. اما ان انت تقول هناك بر في التعامل والموادعه، ده امر اخر، ده امر تشريع فرعي، بيتكلم عن التشريع الاساسي. لما ياتي بقى مفتي يقوم جاي يقول اللي بيننا وبينهم الارض. لو اعطونا الارض مفيش عداوه بيننا وبينهم. هذا رجل ما هو ما اعتدوش علينا، مش هنعتدي عليهم. يا ابن الحلال تعلم الان، ما اعطونا الارض. طيب والعقيده بيننا وبينهم ايش؟ خلاص هم في دينهم واحنا في ديننا. لا لا انت، لا انت كده شيخ. الان يا حبيبي فهمني، انت الان الذي ينسب لله الولد كيف هو عندك؟ يعني اكره ذلك وابغض ذلك، هو عندي كافر، هو عدو لك، هو عدو لك بس. وعندك ضوابط شرعيه تتعامل معه، وعندك تعامل، انتهى الموضوع. لكن انت انا بكلمك على التأصيل، هو بالنسبه لك في الوصف ايش؟ بس ما هو الكافر ايه بالنسبه لك؟ في كافر معتدي، في كافر معاهد، برضه عارف كل معاهد. يعني مش كفار انواع، في بينه وبينهم يعني الكافر الكيوت، مش كيوت، الكافر الكيوت اللي هم بيقولوا كيوت، ده ايه بالنسبه لك؟ هو كافر عدو ولا حبيب؟ ده اللي بنأصل بيه يا حبيبي. لكن انت لا تظلمه ولا تسلبه حقه ولا تتعدى عليه وتتأدب بأدب دينك. قال نفي لهم عداو ونستعين الله عليه، فاهم؟ لكن عم نتكلم على الفتوى، اصل الفتوى بيقول اللي بيننا وبينهم العداوه الارض، زي ما الاخ كده قال ولا دين لنا. ايه ده كانه بيقول ولا دين لنا، يقول لك ولا شعائر او طب. ايه اللي بيحدث ده؟ يعني انت دينك في القدس، ايه اللي بيحصل ده؟ طب خدوا القدس يا عم وراحوا، شعائر الاسلام لا تظهر، يبقى لا اذان ولا صلاه ولا حج ولا ما فيش حد هيحج ولا فرحه الحج تدخل على المسلمين من اجل ذلك. حبيبي نشكر لك عندك ما اسمها العاطفه الجياشه والصدق في نصر الدين الله جل في علاه وكده، لكن تعلم الجهل لا ينصر دينا. وانا قلت لك اهو فتوى جاهله يقول الذي بيننا وبينهم الارض. طب ممتاز، واللي بينه وبين الله انت بتعمل ايه بقى انت الان؟ ناس بيسبوا ربنا، بيسبوا الله، مش بيسبوش الله. ما قالوا ان الله فقير؟ ما قالوا يد الله مغلوله؟ ما قالوا بكى حتى ارمد؟ قالوا ولا لا؟ قالوا عزير ابن الله ولا ما قالوا؟ لا اله الا الله. يا ابن الحلال اجبني. وده ايه اسمه ايه؟ يبقى انت اصلا لما يديك الارض
يبقى حبيبك وبيسب ربك. الكافرين كانوا لهم عدوا مبينا. يا اللي يا رب الحج عليه جاءت في الايه وخلاص. قلت انت الايه بقى افهم يبقى اشرح يعني ايه نلبس عليه امر. ويظن والله على اعلم يعني هو يصحح لي ان مقصد حضرتك في العداوه ان احنا نحارب. لا استغفر الله. في بقى عندنا ضوابط شرع قلنا الذين لا يقاتلكم في دون الله في دين لا تقاتلوهم فاهم. لكن مع انه لا يقاتلني هو ايه بالنسبه لي؟ لانه عدو لله يا ابن الحلال. واحد بيسب ربنا يبقى ايه بالنسبه لك؟ اثناء ما النبي صلى الله عليه وسلم كان معاهدهم في المدينه كان عادي قلبه يقظ ويقظ الجميع يا رجل. مع عمر بن الخطاب قال ايش؟ قال ان شاء فقد شاء الله تعالى واجلاهم. احنا مشكلتنا مع اليهوديه كثير ولا مع الصهيونيه كحركه؟ لا احنا بص حبيبي اتعلم بس. احنا مشكلتنا مع كل كافر سب الله وانتقص منه وده اصل خلاص انتهى. هو دي بقى بس هو ده. هنا بقى مشكلتنا القتاليه او مشكلتنا الحربيه او مشكلتنا العدائيه المتحركه تاتي تتاتى في هذا الباب. لو اسلموا يبقوا في الارض. ها؟ لو اسلموا يبقوا في الارض. ما طبعا ما هي هذه. ولو لم يسلموا وباعوا على دينهم اللي هم فيه ولم يحاربونا واعطونا حقوقنا ما في بيننا وبينهم عداوه. ما خلاص بقى اذا نزل تحت الرايه التي امر بها الله جل وعلا حتى يقعد. قالوا ردوا بنا الارض وسلمونا فنسلمهم. يا ابن الشيخ قال ما فيش عداوه بينهم الا الارض. سبب العداوه الاعتداءات على الارض. طب كده انت اكفرك يعني دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ده ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ سبب العداوه سب الله يا ابني. طب ما خلاص ما انا بتكلم في الاصل ده. سبب العداوه سب الله والكفر بالله وادعاء الولد لله ده سبب العداوه. ولو هو زاد على كفره ولم يحاربنا. يا ابني ده فرع الله تعالى بين ذلك. ده فرع بقى الان. هو لم يقاتل نزل تحت الرايه. مش النبي صلى الله عليه وسلم مش عملهم بقى في خيبر وكانوا جوار له في المدينه كل ده تعامله؟ لا. لكن كان بيحبهم ولا كان بيعاديهم؟ خلاص بقى اسكت بقى على دي واسكت ما تتكلمش بقى كتير. يظهر انت عشان كلامك الكتير بيخلي عقلك يذهب ولسانك اللي بيلعب فقط. فتدبر. قل نحن مع الاصل. الاصل انت لا يمكن ان تقبل رجلا بسب الله. مين يقبل بذلك؟ بدل اللي بنتكلم فيه. فلذلك الاخ هنا عمل ايه؟ قوقع الدين. بيقول لك لا عيد لنا. بص الكلام اعجب من عجب. مفيش عيد لنا مفيش شعائر او طانونة و... ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ده كده ها؟ ما يشتغلش ما يفرحش. احنا طبعا مش هنضيق عليه. احنا نصدق عاطفته ونصدق انه يريد الدين. لكن نشوف ايش يقول. لن ترفع شعائر الله الا اذا رفعت رايته فلا عيد لنا وقدسنا واوطاننا. ايه اللي بيحصل؟ سعد سغلول نموت وتحيا كذا فاهم. انا اقول المساله ليست كذلك. المساله ان دينك يحركك يا ابني. انت اصلا تريد حفظ القدس للدين. مش حفظ القدس للارض. نور الدين ايوب قديما كان يقول كيف اضحك وقدس اثير يعني. يا ابن الحلال لا تعمل نور الدين ايوب راح. مش دعوه خالص مش دعوه بحاجه. دي خلينا نتكلم في التقسيم ونرجع اللي انت عايزه. في التقسيم نحن نحافظ على القدس عشان الارض والقبه الصخراء ولا قبه مش عارف الصخريه ولا احنا بنحافظ على القدس لاجل الدين لاجل التوحيد بس. هو ده. يبقى احنا عندنا اصلا حياتنا مش في اوطاننا. حياتنا في ايه؟ في ديننا في عقيدتنا. فهمت؟ ولذلك انت المفروض تتخذ من خرب عقيدتك هو الذي تتخذه عدوا. انا حببت ان انا بين اشكر للاخ الفاضل انه عاطفته قويه وانه يريد نصر. بس ما ينفعش ان هو ايه؟ انه يكون على جهل في هذا الباب. ويبقى هو وجه كل العاطفه على ايه؟ الارض. على الارض. ووجه كل العاطفه عليه على الارض. لا التوجيه ده هم لما بيقاتلونا بيوجهوا الناس ايه؟ عقائديه. لما بيجوا يعادونا بقى ويوجهون الناس ايه؟ توراه. يوجهون الناس في العقائد. فانت اصلا تعلم ان العقيده التي تحركك. لا ننفي ان الارض التي عشت عليها لابد ان تحافظ عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال لمكه قال انت حبل الادريه. لكن الاصل في التحرك هو ايه؟ الاعتقاد. الاصل في التحرك هو الاعتقاد. ثم انت تاتي تقول ما فيش حاجه اسمها شعائر. استغفر الله. شيخ لو استغفر الله. يقول ها؟ لو
خيرنا بهذا المسجد الاقصى وبين المسالمه مع المسلمين. المسجد الاقصى حققوا هدفه ومش هيعتدي عليك بعد كده. هو هدفه ده هو نفسه لو قدمنا ايه؟ يعني ده شيخ انت ده تفكير شيطان. اقعد ساكت يا جماعه. احنا بنتكلم عن ان اذا دافعنا ندافع ايه؟ ندافع عن ديننا. اول شيء بنعمله حتى اخواننا الذين ندعو لهم بندعو لهم عشان هم في الارض ها؟ في ارض العزه لا لدينهم وتوحيدهم ولانهم يجابهون الكفار ولان الله قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هي دي النظره الصحيحه العقائديه انها يحركك ليست المسألة على إيه؟ على الأرض والتراب، وإن كان هو في الأمر شيء من ذلك، لكن أصل تحريكك أنت هو إيه؟ نصرة دين الله، نصرة الله، لأن الانتهاكات دي أصالة من قوم يسبون الله جل في علاه، ده يكون هو المحرك الرئيس لك، إنما تعطل شعائر الله، هذه مشكلة كبيرة جدا يا إخواني. فنسأل الله إن شاء الله أن يشكر الله لهذا الأخ اللي هو عنده حماسة وعنده إن شاء الله صدق نصرة الدين. أخانه التعبير أو جاهل المسألة ما في شيء إنه يراجع نفسه ويقول نعم نحن نحترق من الداخل، يا قلبنا يبكي وإن أظهرنا شعيرة الإسلام، لأننا نريد أن ينتصر الإسلام على الكفر. بس هو ده اللي اتقال، ويبقى كده أصاب في مقال وأحسن العرض. حد يطلع يقول كده حضرت بين أشياء والله 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 على المجتمعات اللي هي ضيعت لان هم ولا وراء ولا براء. المساله كلها موجهه في الحماسه والعاطفه. وبعدين ايضا الناس دي ايه؟ الناس دي عندهم طائفه، الولاء والبراء على الطائفه دي. وبص بقى هتقول لي هتفتي هتعمل فيها عالم، ما عندناش غير علمائنا، مش هناخد الا من علمائنا، عايشين في كده. فدي طبعا دي مصيبه اللي احنا في الامه الاسلاميه فيها هذا الباب. نسال الله ان يغفر لنا ذلات واستقدار. يهاجمني يا سديد، بصي برضه الثانيه راحت فين؟ هو لا يهاجمني وانا لا ارد عليه مهاجمه ليا يا بنت الحلال، ما تفهموا تعلموا بقى. ده هو يهاجم الدين دون ان يدري. انا بدافع عن قضيه الدين، ببين انه اخي عصام ان اردت النصره انصر دينك مش ارضك. دينك اولا، عقيداتك هي التي تحركك اولا. انما انا مين اللي بيعاديني؟ انا اللي قاعدين احطه ورا ظهري وماشي، ماليش دعوه بحد. هي المسألة مش لي أنا، ده المسألة أننا تكلمنا على مسألة افهموا القضية ليست قضية أرض وتراب، هم وجهوكم لكده. أنا مش عارف الناس دي بتعمل إزاي، عايشين كل ده إزاي؟ هم جروكم كلكم انجريتوا كده، كل اللي يطلع لك والقدس الحبيب والقدس ممتاز، القدس الحبيب وثالث الحرمين، ما فيش حاجة اسمها ثالث الحرمين، والقدس يا ابن الحلال افهم، كل العقيدة قل إن الذين يسبون الله ينسبون له الولد ينتهكون في انقصاص الاسلام. فالمساله مساله التحريك الاصيل والتحريك العقدي. ممتاز، لانه لما بيحركك للارض والتراب انت مهزوم. عشان تفهم بقى الثمره، لما بتتحرك للارض والتراب انت مهزوم، لان كل القوى الماديه والاسباب الماديه عنده مش عندك. وانت ربنا مش هينصرك طالما مش بتنصره. ده انت بتنصر الايه؟ التراب الغالي، الارض وارضنا وستي الحبيبه واغاني بقى الاراضي اللي هي بتاتي تؤيج الناس على وتدخل بقى في ذلك. يبقى اذا معنى ذلك انك لن تنتصر بحال من الاحوال. ليه؟ لان الله ما قال ان نصرت ارضك سانصرك. ما قال الله ذلك. ما قال الله تعالى ان نصرت ارضك سانصرك. قال الله تعالى ان تنصروا الله انصركم. يبقى خلاص كل ما يتخلف النص اعلم انك المقدمه غير موجوده. انت لم تنصر الله. انت لم تنصر الله. كل ما ترد الهزائم تطرى على الامه الاسلاميه اعلم انهم لم ينصروا الله. كل شيء خد بقى كل صغير وكبير حتى في المناظره لما تيجي تكلم واحد تقول له طب النبي قال بتاع، لو وجدت نفسك في هذا اعلم انك ما دخلت دخولا قويا فان تنصر الله. لان ده كلام محتوم محكم ومحكم محسوم به. إن تنصروا الله ينصر. قد يكون دخل ينصر وأسبابه غير متوفرة وهو ليست عنده الآلة لا ينصر الله. ليه؟ لأنه داعي فيما قال. لأنه لو كان حقا يريد نصرة الله لأخذ السبب الرئيس في نصرته. فلما تقاعس عن السبب لم تتكامل عنده الصورة فلم تنطبق فيتخلف الحكم. مفهومة هذه ولا مش مفهومة؟ لأنه ممكن تقول لي ده سني والله ده
ده يعني إخلاصه ظاهر في كل أفعاله. نعم، لكن لو دخل خويا يبقى كذب في هذه النقطة أنه ينصر الله، لأنه قال الله تعالى إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، اللي هي الأسباب التي نستطيعها. فالحاصل أننا نقول أن هذه المسألة أننا نتحرك كلنا على إيه؟ على عقيدة. بص التاني برضو بيقول لي أنا ما بسمعش الأغاني شيخ. يا ابني أنا بقول لك أنك تسمع أغاني، أنا بقول معنى كده أنا إيه اللي خلاني ألتفت لكلامك؟ بيقول لي أنت تتهمني بأشياء. بص يا ابني أنا ما بكلمش عليك خالص، أنا بتكلم على عموم الناس. فتأتي الأغاني هذه تهيج مشاعرهم على إيه؟ على الدين ولا على الأرض؟ على الأرض. فأنا بقول إحنا بقى المفروض ديننا هو الذي إيه؟ يحركنا. وإيه بقى اللي هيحركنا؟ عقيدتنا. فلابد أن نقول العقيدة، العقيدة هي التي تحرك. أمر عجيب، ولعل الله يظهر ذلك أيضا ليهلك من هلك عن بينه وحي من حي عن بينه. عشان كل واحد زاعم أنه يريد ينصر الدين لا رفع له، محله هنا، محله هنا. هو فعل ذلك لما؟ للأرض ولا التراب؟ ها؟ ولا لله؟ يقول لله وأرضي وتراب. أقول لك نعم نعم، والأرض ومقدساتنا. نعم نعم، مفهوم. لكن انت اصلا تعالى اخر الزمان هيخرب الكعبه والكعبه فيهم فيه. اخذوا يا اخي الحجر الاسود شهرين سنه، صحيح ولا لا؟ لكن انت اصلا يبقى لك شعيره ايه؟ دينك لا تتهدم. انت وقفت الدين، وقفت شعر الدين، وتقول لي واوطاننا، اوطاننا غاليه علينا، لكن الاصل عقيدتنا اغلى. عقيدتنا هي المحرك الرئيس، المحرك الاساس العقيده للارض. فانا اتهمك يا ابني، انا اصلا بعضدك واحسنت الظن بيك، وده انت انا لو ما احسنتش ظن بيك وانت بتقول ولا شعار الاسلام، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وما دامت اوطاننا انت بتهيج الناس وانت شغال ايه ده؟ لكن انا احسنت الظن بيك بصدق القلب وصدق النوايا، ودي بقى اجيبها لك بقى سامحني، وانت وربك. فلو كنت صادقا حقا في العرض والدية النية، انت وربك سيكشف ذلك الله جل وعلا، وستأخذ من عند الله أجرك في هذا الباب. لكن أيضا سيكون لك الوزر في التطبيق الخطأ الذي تفعله. لذلك ابن تيمية كان عدلا منصفا عندما قال قولا عجيبا. وش قال؟ قال المبتدع قد يؤجر بصدق إيه؟ النية. فلذلك نحن نقول نحن ننصر ديننا وعقيدتنا، لكن نسقط شعائرنا ونسقط شعائر الدين. يبقى احنا رايحين كلنا ذاهب إلى إيه؟ الى ارض وتراب، لا الى دين. فدي نصيحه في هذا الباب، انه مع صدق العاطفه ومع صدق الديانه وصدق نصر الدين لله جل وعلا لازم تكون على بصيره. شوف الله اسسها، قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، يبقى على بصيره. والبصيره هنا نحن الان اخواننا. لما الاخ مصطفى جه تكلم وقال قال مغالطات كثيره صراحه، وش قلنا لو؟ قلنا الظرف لا يسمح باي كلام، ما يسمح لنا الا بالدعاء لمن؟ لاخواننا. وبالفرح بنصرة اخواننا، وايضا بنقول ارواحنا فدا لديننا على بسبيل لاخواننا. هذا الذي ندين الله به الان. هذا الذي ندين الله به الان، مفهوم؟ ولذلك قلت لك لكن ما تجيش انت تزيدها وتقوم جاي منحرف فيها، منحرف فيها. لانه افهم، هديك حديث ممكن لعلي افهمه وتفهمه انت وفهم الحاضرون فهما صحيحا. الرجل الذي جاء للإسلام كافرا وقال اقاتل معك، كل الصحابه فرح ليه؟ شجاع وقوي. قال لا، ما رضى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. ولذا هو الان يبقى المساله كلها على ايه؟ على الديانه. لذلك قال ويقاتل الرجل حميه، قال ليس في سبيل الله. يبقى المقاتلة على التراب الغالي ليس في سبيل الله، المقاتلة على الأرض في سبيل الله لا ليس في سبيل الله، المقاتلة عشان القبة الصخراء والقبة الجبل إلا أنه يقول لديني، لعقيدتي، لتوحيدي. هو نعم، حتى ما قال ذلك، ده هو قتل نفسه أعتقد، قتل نفسه. ليش؟ لأنه الحسن قال أشهد أني رسول الله حتى لو قتل. فإني فالمسألة النظر الصحيح هو عقيدتي تحركني. نفس الباب اللي مولانا حضرتك بس باين نقطه صغيره، ان الاستيطان اللي يجي في ارض فلسطين ليس معناه ان هم بيحرصوا على الارض وعايزين يدخلوا السلطنات، ولكن افعل ما شئت يا دره التنزيل، افعل ما شئت. لابد ان يفهموا الناس
أننا الأهم عندنا هو إيش؟ ديننا، عقيدتنا، لا يحركنا تراب ولا أرض. مع أن تراب والأرض إيه؟ لهم مكان عندنا ولابد أن نحافظ عليها. ولذلك الإنسان قال يقاتل كل رجل تحت راية إيه؟ قومه. ما فيها شيء، نحن لا نعارض ذلك، لكن نقول لابد أن المحرك الرئيسي يكون إيه؟ الدين، الدين والعقيدة. نحن نعمل إيه؟ نقول ديننا المحرك الرئيسي لنا وعقيدتنا. نعم والأرض، أنا لا أنفي، أوافق على كلامك. والأرض ما نقلته، النبي قال أن كل رجل يقاتل بإيه؟ تحت راية قومي، لأن الأرض جزء منا. دفاع عن أرضي، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضي فهو شهيد، من مات دون، لكن لا يكون المحرك الرئيسي ليه هو إيه؟ الأرض. لا، لو كان المحرك الرئيسي الأرض لكان أصل قتال النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وخدها وهي أحب البلاد إليه. لا ده تركها ورحل، قدم الدين على الأرض التي يحبها. مش النبي لما خرج وش قال في مكة؟ إن والذي نفسي أنك الأحب البلاد بقاع الله إلي، ولولا أن أخرجوني قومي منك لإيه؟ ما خرجت. طب لما رجع وعلاها، علاها للأرض ولا علاها للدين؟ علاها للدين والتوحيد، وعلى فيها كلمة التوحيد، وبعد كده تركها وراح، وتركها وراح. فيبقى حتى لو الأرض يا عصام من الدين، افهمها فهما جيدا يا حبيبي، هي من الدين من أجل إيش؟ تكامل إقامة الدين، عشان إقامة التوحيد، فهمت؟ فيبقى المحرك الرئيس لنا هو إيه؟ العقيدة والدين، لا التراب الغالي والمعاهدات، سيبولنا أرض، سيبولكم أرض، كل ده ليس فيه مسألة الدين تحكم. ولذلك قلت الفتوى الجاهلة إن كانت على ما أفهم أنا، ممكن أكون أنا اللي جاهل مش فاهمها، لكن أنا أراها جاهلة، أنه يقول ما بيننا وبين اليهود من عداوة فقط هو إيه؟ الأرض. إيه ده؟ لا، ده الله هو الذي أنشأ بيننا وبينهم الإيه؟ هذه المسألة. أنتم قوم تسبون الله. يا رجل، ده أنت لو مشيت في الشارع ورجل بيسب أمك ستقلب الدنيا رأسا على إيه؟ على عقب، صحيح ولا لا؟ ده واحد بس يقول له أمي، هذا الرجل لن يعيش بعد اليوم. ولو بقى كمان بقى لو صعيدي مش هيتكلم، هيطلع يجيب الدبابة من فوق السطح وينزل، صح كده؟ أمي، أنت بقى ربك يسب، ينتقص من قدره سبحانه جل في علاه. هو ده أصلا، ده المحرك الرئيس لكم يا حبيبي. الأصل المحرك الرئيس هو إيه؟ دين الله جل في علاه. عقيدتنا، عقيدتك في ربك هي التي تحركك. تعلموا بالله تعلموا، يا ليت قوم يعلمون. والمشكلة أنه القوم أقوام، واللي طالع بقى يطلع اليوتيوبر مش عارف إيه، كلها كلام ما يطلبه المستمعون وليس على أساس ديني، وهيضيع الدين بهذا. رضي الله عنك يا عصام، هذا الذي أردت أن أبينه. بل أنا شكرت حضرتك وشكرت صدق قلب حضرتك أن أنت أصلا لك نية طيبة وتركتك أنت وربك في هذا الباب، لكن قلت لازم يكون الأمر فيه إيه؟ لازم يكون فيه، هو ده عشان نفهم هذا الباب. أي نعم، يعني ما قتلوا أطفالنا وقتلوا نساءنا، وهذا يحرق قلبنا، وقلنا نحن فدى لإخواننا إرضاء لربنا جل في علاه، ولكن لا تعطل شعائر الإسلام. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقي. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.